مشاهدينا في كل مكان بكل الحب، نبدأ أولى حلقتنا من الموسم الثاني لمشاهدينا على مستوى الوطن العربي، أهالينا على مستوى المدن وعلى مستوى القرى والنجوع على مستوى المحافظات. أهلا بكم من برنامجكم أحداث الساعة ومتابعينا متابعين برنامج أحداث الساعة على صفحته، صفحة برنامج أحداث الساعة أمام حضراتكم زمايلي في الإعداد يا جماعة، صفحة برنامج أحداث الساعة، عشان ناس كتيرة بتسألنا بتقول إحنا مش عارفين نخش على الصفحة، يعني هنحاول نظهر لكم على الشاشة صفحة برنامج أحداث الساعة للتواصل ولتلقي رسائلكم من برنامجكم أحداث الساعة، ويعني بنكون معاكم لحظة بلحظة من قناة مصر البلد مشاهدينا في كل مكان. زمايلي في الإعداد يا جماعة حاولوا يا جماعة، يعني حاولوا ان انتوا تظهروا صفحة برنامج احداث الساعة عشان التواصل مع مشاهدينا على مستوى المحافظات على مستوى الوطن العربي، لان يعني تلقينا بعض الاتصالات من مشاهدينا على مستوى الدول العربية، من السعودية، من الامارات، من الاردن، من ليبيا، من انحاء الوطن العربي للتواصل معنا من خلال برنامجكم مشاهدينا، يعني مشاهدينا في كل مكان على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم، على مستوى المحافظات. دي صفحة برنامج احداث الساعة، الصفحة الرسمية يا جماعة اسمها برنامج احداث الساعة للتواصل معنا وتلقي يعني رسائلكم من خلال صفحة برنامج احداث الساعة والبث المباشر الان لصفحة برنامج احداث الساعة. مشاهدينا في كل مكان، يعني النهاردة بنقول لإخواتنا وأشقائنا الأقباط كل سنة وانتم طيبين، لأخواتنا المسيحيين كل سنة وانتم بعيد ميلاد، يعني به كل السعادة وبه كل الحب، كل سنة وكل شعب مصر العظيم طيب بالسنة الجديدة على شعب مصر الكريم وكل إخواتنا الأقباط في كل مكان. يا رب يا رب كتر من أفراح المصريين في كل مكان. يعني قبل ما نروح للحلقة عندنا مواضيع كتيرة قوي النهاردة لمشاهدينا في كل مكان على مستوى الوطن العربي ومتابعينا على صفحة البرنامج للبث المباشر الآن اللي تلقي رسائلكم. قبل ما نروح للحلقة عايزين نقول يا جماعة، يعني برضو بعض الصحف قالت ايه بالنسبة للمصري اليوم، مصر تتحدى الإرهاب في عيد الميلاد. طبعا شهد العالم يعني صرح كبير، الرئيس يفتتح اكبر مسجد وكاتدرائية، يعني النهاردة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح اكبر صرح في العاصمة الإدارية الجديدة. لأن في ناس يا جماعة بتقعد تسأل تقول موضوع العاصمة، موضوع العاصمة لبعض ناس، لا موضوع العاصمة لكل المصريين، موضوع العاصمة الإدارية لكل المصريين. الناس بتحاول انها يعني تعمل عملية مزايدة على الوطن العربي، على شعب مصر العظيم، في مزايدة حوالين العاصمة الإدارية، ان بعض من الفئات المعينة هم اللي يبقوا في العاصمة. لا، العاصمة الإدارية يا جماعة صرح كبير لشعب مصر كله، اللي مش هيسكن فيها هيشتغل فيه، اللي يعني مش هيشتغل فيه لا هيتعلم داخل العاصمة الإدارية، ان هيكون هناك مدارس وجامعات ومستشفيات، العديد من الانجازات. بس قبل ما نروح للعاصمة الادارية، يعني كان هناك تصدي خطير، تصدي يشهد له العالم، شيع جنازة بطل شهيد احبط هجوم يعني على كنيسة ابو سيفين. البطل الشهيد ابن مصر البار الرائد مصطفى عبيد من قسم المفرقعات لتصدي العدوان الارهابي الغاشم، لتصدي العدوان الارهابي الاسود، لتصدي الهجوم الشرس من خلال حقيبة. يعني مشاهدينا في كل مكان امام حضراتكم البطل مصطفى عبيد ابن الاليوبية ابن مدينة طوخ. يعني مشاهدينا في كل مكان، صرح مصدر امني باستشهاد احد ضباط المفرقعات بمديرية امن القاهرة اثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجان امام مسجد يمنع كارثة ضد الاقباط، واستشهد ضابط شرطة اثناء تفكيك قنبلة وضعت اعلى مسجد يعني زمالي في الاعداد يا جماعة امام حضراتكم الرائد مصطفى عبيد ابن مصر، ابن مصر المحروسة، موجهة لكنيسة العذراء ابو سيفين بعزبة الهجان بمدينة نصر، حيث اسرع امام المسجد بابلاغ القوى الامنية المتواجدة امام الكنيسة بوجود ثلاث عبوات ناسفة، واسرعت الشرطة لتفكيك العبوات شديدة الانفجارات،
وانفجرت احدهم واسفرت عن استشهاد ضابط شرطة واصابت 2 من امناء الشرطة. وهنا بقى لحظة يا جماعة، واصيبة لواء بقسم المفرقعات، عشان يا جماعة محدش يقول لك ده بعض الضباط الصغيرة، اصيبة يعني ده حصر يا جماعة، اصيبة اثناء انفجار العبوة الناسفة امام كنيسة ابو سيفين وامام المسجد، لواء رئيس قسم المفرقعات اللواء اصيبة اثناء انفجار. يعني هنا يا جماعة المشهد هنا بنحاول ان احنا ندي رؤية حوالين العدوان الارهابي الاسود، وده يعني انتوا مهما تعملوا مش هيأثر في شعب مصر، بل بالعكس. النهاردة عندنا انجازات كبيرة، عندنا صرح يشهد له العالم، مشاهدينا في كل مكان. يعني المشهد اللي بنحاول يعني نظهره امام حضراتكم بندي رؤية، يعني زمايلي في الاعداد معانا صور لجنازة الشهيد البطل، معانا فيديوهات هنحاول ان احنا نعرضها امام حضراتكم. زمايلي في الاعداد حاولوا يا جماعة تجيبوا لنا حاجة للبطل الشهيد مصطفى الرائد، مصطفى عبيد ابن مصر، ابن محافظة القليوبية، ابن مدينة طوخ. هذا المشهد امام حضراتكم النهارده، لما يكون ابن من ابناء مصر بيتصدر للعدوان الغاشم. هم مين دول؟ ما انت النهارده في تلاحم وطني، في تكاتف وطني بين المسلمين والمسيحيين داخل جمهورية مصر العربية. يعني مشهد يعني النهارده لو قلنا هذا المشهد، لا هنحط تحت منه مليون خط. النهارده ابن مصر البار بيتصدر لحمايتك وحمايتي وحماية المسيحيين وحماية كل ابناء مصر في كل انحاء جمهورية مصر العربية. هذا المشهد امام حضراتكم لتشييع جثمان الرائد مصطفى عبيد ابن محافظة القليوبية في صرح كبير. يعني هذا المشهد نحتسبه عند الله من الشهداء، نحتسبه عند الله من الشهداء، وبنقول لكل المعادين للدولة المصرية، الدولة تتكاتف، الدولة تتقدم الى الامام، الدولة لا تهيب احد، الدولة لا تخاف من احد، الدولة هناك انجازات عريقة، ابناء مصر البار، هناك العديد من الشهداء. يعني لو النهاردة تحدثنا عن هذا الامر هنقول ان مصر كلها بابنائها بشعبها بجيشها بشرطتها تتصدى الى الارهاب. بندي رسالة قوية لان عندنا انجازات، عندنا صرح، عندنا النهاردة يعني مشاهد يتحدث لها التاريخ، مشاهد لو قعدنا 25 سنة يتحدث لها التاريخ، لو قعدنا 50 سنة يتحدث لها التاريخ. عندنا بنيان 14 مدينة على مستوى محافظات مصر، عندنا بنيان 14 مدينة على مستوى محافظات مصر. النهاردة ولادنا الابرار، ولاد الشرطة البواسل يتصدوا للارهاب الاسود الغشيم، اولاد القوات المسلحة المصرية يتصدوا للعدوان من الداخل والخارج، ابناء مصر وشعب مصر العظيم، ابناء مصر على مستوى المحافظات يتصدوا للارهاب الغاشم، يتصدوا للفكر، يتصدوا للفتن النهاردة بالملحمة والصرح العظيم اللي بيتم النهاردة في العاصمة الادارية الجديدة. مشاهدينا في كل مكان بنحاول ندي رؤية، بنحاول ندي مشاهد، عايزين بقى كل ام مصرية قاعدة النهاردة بتشاهدنا بنقول لها لازم أن يكون هناك توعية وطنية. النهاردة في سنة جديدة 2019 لازم أن يكون هناك رؤية، اولادنا الابرار خير اجناد الارض، اولاد المصريين يتصدوا بصدورهم لملحمة كبيرة النهاردة لكل ابناء شرطة مصر البواسل وكل جيش مصر العظيم بيتصدوا للارهاب الغاشم، وبيسقط مننا العديد من الشهداء، بيسقط مننا العديد. ولكن رسالة قوية للعدوان الغاشم لبعض القنوات المعادية، خلي بالكم مهما تحرضوا على الشعب المصري، الشعب المصري بقى فاهم عارف انتوا بتفكروا ازاي. هنا لا دين، هنا لا وطن، هنا لا ارض، هنا لا عرض، ما عندكوش حاجة من ده. انتوا الفئة الجبانة، انتم الفئة يعني الكافرة، انتم الفئة الضالة، انتم الكلاب الضالة في كل مكان. شعب مصر ما بيخافش، شعب مصر بيأدي رسالة قوية، شعب مصر النهاردة في ملحمة وعرس، شعب مصر النهاردة بيتلاحم مسلم مسيحي في كل مكان. لنا مشاهد هنحاول يعني نرئيها للسادة المشاهدين في كل مكان على مستوى الوطن العربي. بنقول لمشاهدينا بنبدأ الموسم الجديد اليوم من خلال برنامجكم احداث الساعة وقناة مصر البلد بمشاهد. مشاهدينا في كل مكان هناك رؤية، لازم يكون عندنا رؤية لأولادنا الأبطال، لأولادنا الأبرار
اولاد الجيش والشرطه، اولاد الشعب في كل مكان، وكان هناك ملحمه ملحمه. لازم يكون عندنا رؤيه. لو احنا رجعنا يا جماعه ل 2013، لو فاكرين جامع الفتح وايه اللي حصل فيه، هتعرفوا المشاهد دي بتتكرر ليه. عندنا يا جماعه صرح كبير، عندنا بنيان، عندنا بنيان للبنيه التحتيه. لو هم مفكرين زي 2013 ان هم يضربوا المساجد ويضربوا الكنائس، حدث ولا حرج. لان اليوم هناك بنيان للدوله المصريه الحديثه. مشاهدينا في كل مكان، قبل ما نروح للفقره الهامه وهي فقره العاصمه الاداريه، هنطلع فاصل وهنرجع معاكم، وهيكون مع مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا على مستوى الوطن العربي، مشاهدينا على مستوى العالم. عظمه المصريين، عظمه الملحمه الوطنيه. مسلم مسيحي يدا بيد، كتفا بكتف، مسلم مسيحي في الدوله المصريه. مسلم وصى سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم على الاقباط في كل مكان. مشاهدينا في كل مكان، تعالوا نطلع فاصل ونيجي للفقره المهمه للعاصمه الاداريه والصرح العظيم اللي يعني بتسطره الدوله المصريه بتاريخ يشهد له العالم في السنين القادمه. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج احداث الساعه على مستوى المحافظات، على مستوى المدن، على مستوى القرى، على مستوى العالم، على مستوى الوطن العربي. مشاهدينا يعني كان هناك مشهد حضاري، مشهد جميل، مشهد يسطر له التاريخ. موضوع العاصمه الاداريه الجديده، يعني بنكن كل الاحترام وكل التقدير لسياده اللواء كامل الوزيري والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وشركه المقاولين العرب على الصرح الجميل. الجماعه دول يا جماعه عايزين ندي بقى رؤيه لكل مشاهدينا الان. الهيئه الهندسيه بالميعاد والساعه والدقيقه سلمت العاصمه الاداريه الجديده بالصرح الجميل، جامع وكنيسه، اكبر مسجد واكبر كاتدرائيه في الشرق الاوسط. النهارده مشهد يسطر له التاريخ. بنشكر سيادة اللواء كامل الوزيري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وكل الشركات المقيمين في انشاء هذا الصرح العظيم. وبنقول بقى لكل المصريين في كل مكان، يعني يا جماعة لازم يكون عندنا رؤية، لان المشاهد اللي احنا بنحاول ان احنا يعني نعرضها امام حضراتكم لازم يكون لها صورة حضارية. هنا المشهد بيقول ايه امام السادة المشاهدين في كل مكان، اما يكون هناك اكبر مسجد، مسجد الفاتح العليم والكاتدرائية يعني في العاصمة الإدارية الجديدة، هناك ده صرح، هناك ده تسطير للتاريخ. لو قعدنا يا جماعة نتكلم في هذا الأمر هيكون لنا يعني سنين قادمة كتير جدا. لأن أي مدينة النهاردة ما بيكون يعني العاصمة الإدارية لو قعدوا يعني بتاريخ السنين إلى الأمام، هنقعد أكتر من 20 و30 سنة لإنشاء يعني عاصمة إدارية بهذا الصرح العظيم. لكن مشاهدينا في كل مكان، في ناس يا جماعه بتقعد تتكول حوالين ان العاصمه الاداريه لبعض من رجال الاعمال، ولكن هنا بنقول بقى للمصريين في كل مكان، العاصمه الاداريه يعني لكل المصريين، العاصمه الاداريه بفلوس المصريين. لازم يبقى عندك رؤيه. النهارده السيسي ما بيجيبش حاجه، السيسي النهارده داعم لهذا الامر، السيسي بيدي رؤيه، السيسي النهارده بيسارع الزمن بحضراتكم، لان هو قال في احد المؤتمرات، قال النهارده لازم نكون يدا بيد كل شعب مصر حوالين القياده السياسيه والتنفيذيه والقياده السياديه لانشاء المشروعات وانشاء الانجازات في كل مكان على مستوى محافظات مصر. النهارده يعني اللي هيقعد يقول لك بقى من الجماعه اللي هم بيحاولوا ان هم يتلاعبوا بيك ويقولوا لك لا العاصمه الاداريه مش بتاعتك، دي بعض رجال الاعمال وبعض من يعني الفئات الاخرى، لكن انا هنا يعني بقول لحضراتكم العاصمه الاداريه وكل المدن الحديثه لكل المصريين على مستوى محافظات مصر. لان النهارده لو انت مش هتسكن في هذه العاصمه الاداريه، هناك عماله اكيد هيبقى هناك شغل كتير داخل العاصمه الاداريه، هناك يعني انشاء بنيه تحتيه كامله، هيبقى في مستشفيات، في مدارس، في
يعني هيبقى فيها صرح من العماله والحده لياد البطاله. يعني انت النهارده لو جيت بصيت هتلاقي يعني البطاله قلت. النهارده انت مش هتقعد تقول لي انا هشتغل في ورشه ميكانيكا، هشتغل في ورشه حداده النهارده هشتغل، لا، هناك صرح كبير، هناك يعني يعني العريض من الانجازات داخل العاصمه الاداريه. وقال فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته ان هناك انشاء ل 14 مدينه، هناك انشاء الاربع، يعني هناك تصدير لتاريخ الدولة المصرية. زمايلي في الاعداد يعني حاولوا يا جماعة تجيبوا كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان نقول لكل الفتن وكل المعاديين وكل اللي بيفكر النهاردة يمسك دماغ المصريين ويحاول ان هو يلعب بيها، لا انسى. النهاردة فخامة السيد الرئيس لخص الكلام مع كل الوطن العربي وكل المصريين في كل مكان بحضور وتشريف رئيس فلسطين السيد عباس ابو مازن. تعالوا نسمع فخامة. طيبين يا مصريين، كل سنة وانت طيب يا استاذ وائل. وائل السعيد مدير الاعداد، كل سنة وانت طيب يا استاذ سماحة سلامة رئيسة التحرير، كل سنة وانت طيبين يا مصريين، يعني كل سنة وكل مصر كلها العظيمة بألف خير وصحة وسعادة وسلامة. رسالة قوية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان بعض الأقلة اللي قاعدين ودماغهم شغالة، اللي الناس بتقعد من الخارج على أحد القنوات الفضائية المعادية، أنا أعرف منهم كتير، يعني أنا عارف منهم كتير، وتقعد تتكلم معاهم هم دماغهم في حتة وفكرهم كله في حتة، والدولة المصرية بتتقدم إلى الأمام في حتة تانية خالص. بقول رسالة قوية، رسالة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل العالم، صرحين من اكبر السرحين على مستوى الشرق الاوسط، تاريخين يسطر لهم التاريخ لولادنا المصريين. احنا كده كده مش قاعدين، احنا كلنا ماشيين وولادنا طالعين، اكيد ده تاريخ بيتسطر لهم. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة سلام، عمر الشر ولا عمر الغدر ولا عمر الجبن ولا عمر التدمير ولا عمر الارهاب هيكسر المصريين ولا التلاحم الوطني العظيم اللي بيسطر له التاريخ. اسمع يا استاذ وائل يا رئيس الاعداد، دي رسالة قوية، رسالة قوية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني معانا اتصال الاعلامي الجريء، الاعلامي المحب، الاعلامي احمد السيد، عضو فريق اعلام رئاسة الجمهورية. الو. الو. بحييك يا استاذ احمد، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل المصريين يا رب في لحمة وطنية، في خير، في سعادة، وكل اخواتنا الاشقاء المسيحيين بألف خير وصحة وسلام لعيدهم الميلاد المجيد. طبعا انا برحب بك يا استاذ هاني ومشاهدينك الكرام، وكل سنة وانتم طيبين وكل مصر وابنائها طيبين يا رب. الله يخليك. طبعا انا كنت سامعك من شويه بتتكلم على رساله سياده الرئيس. عايزك يا استاذ احمد، انت طبعا كنت هناك وكان هناك مشهد عظيم وصرح يسطر له التاريخ، واحنا بنقول احنا ماشيين وده باقي لاولادنا المصريين. عايزك تديني الصوره، يعني اكني بقى عايزين نعيش المشاهدين في كل مكان على المشهد الجميل اللي حصل بالامس في العاصمه الاداريه الجديده بين بنيان المسجد والكدرائيه. اولا يعني انا برضو احب اؤكد على كلمتك ان الوطن باق والاشخاص زائلون. نعم. احب اتكلم في حاجة، ان المشهد امبارح كان مشهد رائع في اللحمة الوطنية. نعم. هناك من كانوا يريدون ان ينزعوا الروح عن الجسد، هناك من كانوا يريدون ان يفرقوا بين محمد وعيسى عليه السلام. نعم. لكن روح محمد وروح عيسى ابت الا ان تصدر الاسلام او رسالة السلام من خلال مصر. نعم. هما كانوا بياخدوا شبابنا برا وبيعلموهم ازاي يخربوا بلادهم زي ما حصل في 25 يناير. نعم. احنا في مؤتمرات الشباب بتاعتنا الرئيس السيسي اخد شبابهم علمهم يعني ايه رسالة الحب والسلام للعالم ولاوطانهم وللدول المجاورة. نعم. المشهد امبارح كان رائع فوق ما حد يتخيل، حينما تحدث قداسة البابا تاودروس أمام مسجد الفتاح العليم، وتحدث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الكاتدرائية. معنا صور يا جماعة مع الأستاذ أحمد وهو بيتكلم كده يا جماعة، حاولوا تعرضوا الصور بتاعة يعني الحصريات داخل العاصمة الإدارية. اتفضل يا أستاذ أحمد.
طبعا انا هتحدث عن المشهد داخل الكاتدرائية. طبعا كان مشهد عظيم جدا، خصوصا في راهبة كانت بتعيط اثناء معانا على الهواء دلوقتي يا استاذ احمد. معانا على الهواء دلوقتي. طبعا اتفضل. احنا شايفينها يعني يمكن هي كانت بتعيط اثناء تفجير البطرسية. نعم. النهارده يمكن يا ريت لو احنا مع عند حضرتك الصوره اللي التقطت حاول يا جماعه زمالي في الاعداد يا جماعه الصوره بتاعت البطرسيه كده وهي بتبكي اثناء تفجير كنيسه البطرسيه. اتفضل يا زحمه. هنا 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 احنا كمصريين ما عندناش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، وسياده الرئيس بيرفض كلمه مسلم ومسيحي في حاجه اسمها مصر. نعم. الصرح العملاق اللي احنا شفناه امبارح، احب قبل ما اتكلم عنه اشيد برجال الداخلية ورجال القوات المسلحة ورجال الحرس الجمهوري وامن الرئاسة لعدة اسباب. امبارح كان الجو يعني درجة الحرارة درجة الحرارة كان جو درجة البرودة كان صعب جدا. ومع ذلك ولادنا ربنا يحميهم بكافة قيادتهم كانوا واقفين في عز التلج بيحموا اخواتنا من الاخباط. نعم. طبعا الكاتدرائية اكبر من كاتدرائية العباسية اضعاف مضاعفة. مشاهد الفرحة والحب زي ما شفناها في عيون الناس اثناء القاء سيادة الرئيس لكلمته كانت يعني كلمة بليغة جدا. ويمكن سيادة الرئيس كان مستعجل علشان قال لهم ما يصحش ان انا اعطلكم عن الاحتفال بالعيد بتاعكم. نعم نعم. فدي بتوري قد ايه مدى احمد بيه. ده كان هناك رساله قويه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رساله سلام ضد اي شر، ضد اي عدوان، ضد اي فتنه، ضد اي تفكك تلاحم وطني. يعني كان هناك رسائل تعبيريه يغزو بها العالم بجد، يعني اللي يفهم يغزو بها العالم. بدايه الرساله من كلمه البابا توادرس في مسجد الفتاح العليم الى كلمة قداك كلمة شيخ الأزهر أمام مسجد الفتاح العليم. نعم. أمام مسجد أمام الكاتدرائية. نعم. روح الحب اللي أنت ما تتخيلهاش في عيون إخواتنا من المسيحيين كانت بتحتضننا فرد فرد. نعم. كانت بتحتضن سيادة الرئيس فور دخوله. ويمكن احنا كنا طبعا سبقنا سياده الرئيس على يعني احمد بيه. يعني احنا شايفين الاحتضان امام الساده المشاهدين في الصور اللي معانا، وفي صوره يا جماعه للاستاذ احمد عضو فريق اعلام الرئاسه وهو جوه الكاتدرائيه. يا جماعه حاولوا تعرضوها كده للساده المشاهدين. يعني ندي موضوع الطقس امبارح بالفعل كان سيء جدا، والفرحه غطت على الطقس. يعني هنا الفرحه ووجود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الجامع والكنيسة غطت على الموجة والطقس البارد والرياح اللي كانت موجودة في العاصمة الإدارية. وطبعا برضو احنا بنشكر مجيء السيد عباس محمود ابو مازن. نعم. رئيس السلطة الفلسطينية، واقدر لي موقفه الجميل النهاردة في زيارة الفنانة نادية لطفي ومنحة وسام وسام من اعلى الاوسمة الفلسطينية. ده بيدل على شيء، ده بيدل ان مصر في قلب الوطن العربي، وحينما يأتي زعماء الوطن العربي يحترمون ابناء الشعب المصري. نعم. خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار ان العيد السنة دي كان ليه طعم خاص. نعم. هم كانوا عايزين يبوظوا فرحتنا. لكن كانت رسالة قوية جدا بدم الشهيد مصطفى. نعم. في مصطفى عبيد ابن مصر البار. هنا يمكن احنا يعني احمد بيه المشهد امام السادة المشاهدين وانت واقف جوه كاتدرائية ولابس بالطو. احساس رهيب. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الجو 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 على الرغم كان صقيع، لكن دفء مشاعر سياده الرئيس دفت الكل. تغزو دفت الكل، دفت الكل مشاعره. دفت وحبه وحبه وحرصه على حضور قداس الالهي اللي استاذ احمد. عايز اروح لجزئيه كده مهمه جدا، لان في بعض انت عارف المغردين والقنوات المعاديه وبعض من الاقله اللي هم مش فاهمين. يعني احنا عايزين نعرف برضو اهلنا المصريين. بيقول لك اصل العاصمه الاداريه معموله رجال اعمال، العاصمه الاداريه معموله. انا النهارده بقول من منبر احداث الساعه قناه مصر البلد، العاصمه الاداريه لكل المصريين هيشتغل فيها الحرفي هيشتغل فيها. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اولا العاصمه الاداريه الجديده دي هي سله الاستثمار في مصر للمرحله المقبله. نعم. حضرتك يا استاذ هاني، الدوله لم تتكفل مليم واحد في هذه الانشاءات. الناس اللي بيقول لك هم مضيعين فلوس الدوله على العاصمه الاداريه الجديده، لا ده حصري كده يا استاذ احمد بيه. ده حصري البرنامج احداث الساعه. الدوله لا تتكفل
ما لم تتكفل، كل دي اموال مستثمرين. نعم. طبعا العاصمة الإدارية الجديدة، احنا عايزين المجتمع الجديد اللي هنخلق فيه روح جديدة للمجتمع المصري قوامها الحب والتعاون والثقافة. نعم. هتكون في مناخ جديد، في ناس جديدة، مش هيكون زي اللي احنا بنشوفه كل يوم. يعني اولادنا المصريين هيشتغلوا، هنحد من البطاله اللي موجوده عندنا. يعني فخامه السيد الرئيس استاذ احمد اشاد ب 14 مدينه. يعني طب انا هقول، انا هضرب لك مثل كده بسيط يا استاذ هاني. اتفضل. عندك مروه اللي قابلت سياده الرئيس، مروه سائقه التروسيكل بتاعت الاقصر. لك ان تتخيل ان مروه دي مثال للشباب المصري الاصيل. سياده الرئيس فضل يتحايل عليها نفسك في ايه والبنت رفضت. متخيل بنت قبل رئيس الجمهوريه طلب انه يقابلها. تمام. ولما تقابل الرئيس يعني كما لو كانت يعني في ايديها خاتم سليمان، اطلبي اشتهي تلاقي. صح. رفضت. صح. وبتسوق تروسيكل. الرئيس قال لها طب نكبر العربيه بتاعتك، قالت له لا انا كده كويسه. طبعا مروه لما رجعت على بلدها الاقصر، تمام، لك ان تتخيل مش رجعت بقى حطت رجل على رجل وقالت انا قابلت سياده الرئيس. لا، مروه كان عندها نقله على التروسيكل وطلعت عملت النقله علشان تجيب قرشين تقتات بيهم. طبعا دي رساله يا احمد بيه، دي رساله قويه بقى. لما قالت مين اللي قال ان البلد ما فيهاش شغل؟ بص يا هاني بيه، مين اللي قال؟ لا لحظه يا احمد بيه، مين اللي قال ان البلد ما فيهاش شغل؟ اللي قال الكلام ده، اللي هم عايزين يقعدوا على القهاوي والكافيهات. ايوه، ويقفوا على النواصي. احنا عندنا مؤشر خطير جدا. معنى وجود الكافي شبات يعني بطاله وتنطع من الشباب. نعم. نعم. ازاي يا فندم؟ انا النهارده لما اجي او شاب من دول يجي يقول لك انا عايز اشتغل، تجيب له شغل يقول لك طب انا عايزها في الكهرباء او البترول، تجيب له الكهرباء او البترول يقول لك طب هي فين والمرتب قد ايه؟ انتوا عايزين شغل تفصيل. صح. يا جدع، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك العمل عباده، اشتغل وتوكل. احنا عندنا امثله كتير من العظماء. اجتهد. صح. الله. اشتغل واجتهد عشان توصل لمكانتك. طبعا عندنا امثله كتيره جدا لعظماء ابتدوا من تحت الصفر ويفتخرون. نعم. نعم. بانجازهم. يعني انا عندي هدي مثال يا احمد بيه، لو انت دورت والله ما احنا كلنا بادئين من تحت الصفر. يعني احنا كلنا بادئين من تحت الصفر واجتهدنا عشان نوصل لمكانتنا. يا هاني، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا هدي لك مثال لشخصيه اقتصاديه واستثماريه كبيره جدا في مصر. اتفضل يا فندم. الحاج محمود العربي صاحب مصانع توشيبا. نعم. عارف الحاج محمود العربي كانت بدايته ايه؟ والراجل بيفتخر. كانت بدايته بيبيع بومب وحرب ايطاليا، كان في اطباق. لا لحظه وطفل. لحظه احمد بيه بقى، لحظه. انا هنا بقى يعني الرساله دي قويه يا جماعه لكل ابنائنا المصريين، لكل فتيات مصر العظماء. اما يكون الحاج محمود، احنا بقى يا جماعه ما بنعملش اعلان اهو، ده احنا بنتكلم عن قامات استثماريه في البلد. طبعا. اما يكون بدايته بيبيع بومب، هو ممكن يكون بيتكلم مع الناس كلها ويقول انا كان بدايتي ببيع بومب، ده شرف عظيم ليه. هو النهارده اجتهد عشان يبقى ليه مكانه. احد الفروع بتاعته اللي في المسكي، وانت داخل المحل هتلاقي فيه تروسيكل. عارف انت التروسيكلات اللي كانوا زي العجله كده اللي بيزقوها بتوع الربابيك يا زمان؟ التروسيكل ده الحاج محمود حطه على مدخل هذا الفرع، واللي يجي داخل او طالع عنده كان يقول له شفت التروسيكل ده اللي وانت داخل؟ يقول له يقول له انا كنت بسرح بيه وانا صغير في شباب. عندنا بقى هنا بقى لما يكون رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء البنيه التحتيه انا كان بيقول لك ايه، اصل في 25 يناير الدوله المصريه تهدد. لا، النهارده الدوله المصريه يعني ماشيه بسرعه البرق في بنيان البنيه التحتيه، بيبني من جديد. مصر تمرض لكنها لا تموت. هم ظنوا ان مصر حينما انحنت انها وقعت، لكن اتضح ان مصر كانت تربط البياده بتاعتها. يعني بنستعد للمعركه. نعم. بنستعد للغزو الثقافي اللي هم عملوه، بنحذر الشباب من حاجه مهمه جدا. خلي بالكو من الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي. كارثة. انتوا ما تعرفوش مين اللي قاعد على كارثة. الكيبورد بيصدر لكم ايه؟ لا هنقول. بس يا احمد بيه يا سيد، وانت اعلامي مرموق واعلامي عضو فريق اعلام رئاسة الجمهورية، هنقول للمشاهدين وهنقول لاولادنا المصريين، هناك بعض اللجان الاخوانية، اللجان الماسونية، اللجان الصهيونية تستكتب الشباب المصري والفتيات المصريات. بص لا، بيكون من خلال اما التقليل او التشكيك، يعني يقلل من العمل اللي بيتم. نعم. يشكك. المهم ان هو يعني يوري لك ان الامور دي كلها شك في شك في شك في شك، وان ما فيش حاجه من الكلام اللي بيتقال في هذا الكلام خاطئ.
بدليل حاجه، بدليل حاجه يا استاذ هاني. انا لو جيت بكره الصبح، لو جيت بكره الصبح قلت انا هفتح باب الحجز على شقق، هتلاقي الناس كلها جريت وطلعت اللي بيقول لك انا ما معيش، يكون هو او بيدفع قبل اللي معاه. دي حقيقه، دي حقيقه. الله، احنا يا جماعه احنا مش بنمن على بلدنا، نشوف اللي حوالينا عاملين ازاي. طب اقول لك على حاجه احمد بيه، اقول لك على حاجه، وانا في تغطيه احد يعني السنترالات اللي بتتعمل اللي هي بتاعه الاجهزه المنزليه، شفت كميه ناس في بعض المناطق العشوائيه لاول مره في تاريخ مصر اشوفها. وكان هناك يعني مقوله من احد السيدات البسطاء قالت اقسم بالله العظيم يا استاذ، مش انت مذيع؟ قلت لها، قالت لي اقسم بالله العظيم اللي بيقعدوا يقولوا الدوله المصريه ما فيهاش، يجي فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف منظر المصريين وكميه الهجوم على الاجهزه المنزليه في هذا السنتر، على احد المولات في عيد ميلاده كان الاسبوع ده. الله، احنا 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 يا جماعه ليه بنبخل على بلدنا؟ نعم، زي التربيه الخاطئه. عايز كلمه سريعه احمد بيه، وتوعيه لاهالينا واولادنا وكل ام مصريه وكل شاب مصري عظيم. النهارده الدوله تتقدم الى الامام، عايزين نتحرك، عايزين يكون كتفا بكتف ويد بيد وتلاحم بين المسلم والمسيحي. هناك صرع عظيم داخل العاصمه الاداريه الجديده. اولا لابد ان احنا نربي ولادنا على حاجة معينة جدا، نربيها اتعلم زي ما بيقوله اتعلم يا حمادة علشان تنفع نفسك، ودي كانت تربية خاطئة. نقوله اتعلم يا حمادة، اتعلم يا جرجس علشان تنفع بلدك. لان محمد وجرجس لو نفعوا بلدهم هينفعوا نفسيهم واولادهم. يعني فخامه السيد الرئيس استاذ احمد في الصرح العظيم امبارح اتفرج على فيلم وثائقي كده من يعني من انتاج التلفزيون المصري، الاطفال المصريين بين مسلم ومسيحي. والله العظيم يا استاذ احمد ما يعرفوش، لو الناس اتفرجت عليه ما تعرف مين المسلم ومين المسيحي. يا استاذ هاني حضرتك، لو واحد راح يعمل عمليه تمام، بيموت وهيعمل عمليه سين ايا كان، هيخش قبل ما ياخد الدم هيقول له الدم اللي انت بتدوه لي ده دم مسلم ولا مسيحي؟ صح صح. الله، في يا جماعه، يا جماعه احنا في حاجه غايبه عننا جدا، ان ربنا خلقنا بلون علم مصر. نعم، الشعر الاسود. نعم، والدم الاحمر وكرات الدم البيضاء. بشكرك، بشكرك الاستاذ. شكرا. الاعلامي، شكرا. الجميل الاعلامي احمد السيد، عضو فريق اعلام الرئاسه، في الاطلاله الجميله والرؤيه يعني اللي بيوضح بيها لكل المصريين. يا جماعه هنطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل بنقول لكم ما نطلع فاصل يا استاذ احمد. طيب مشاهدينا في كل مكان، تعالوا نطلع نشوف كلمة البابا تواضروس امام مسجد الفتح العليم، عشان ندي رؤية لكل مشاهدينا في كل مكان ايه اللي بيحصل يا مصريين. يلا نطلع ناخد كلمة البابا تواضروس ونرجع لحضرتكم. في كل مكان، اهالينا على مستوى الوطن العربي، على مستوى الشرق الاوسط، على مستوى العالم، على مستوى المدن، على مستوى المحافظات، كلمتان طيبتان من قداسة البابا تواضروس ومن فضيلة الشيخ والجليل شيخ الازهر احمد الطيب. معنا تواصل سيادة اللواء محمود منصور. الو، الو، ايوه مساء الخير يا سيادة اللواء، بعد اذن معاليك هتوطي التلفزيون بس وتسمعني من التليفون. ايوه، كل سنة وحضرتك طيب وكل شعب مصر العظيم بألف خير وصحة وسعادة. سيادة اللواء محمود منصور الخبير الامني والاستراتيجي. سيادة اللواء انا يعني عايزك تقولي على المشهد الجميل اللي النهاردة بيتم في انشاء اكبر صرحين عبادة في العاصمة الادارية الجديدة، والمشاهد العظيمة تحت ريادة ورعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ هاني الهواري، اتفضل يا فندم. قبل ما ابدا اتكلم على الامس الجميل، نعم، ساحكي لك ما قبلها بيوم، بينما المصريين، نعم، كل المصريين يخرجون من منازلهم بعد الفجر، نعم، ليؤدوا اعمالهم في المزارع، نعم، وفي المصانع وفي انشاء الطرق والكباري، نعم، وفي تدشين مساكن لمن ليس له مسكن او للمناطق العشوائية للقضاء على العشوائيات التي تراكمت في سنوات ماضية. بينما المصريين يزيدون في اعداد مصايد الاسماك، تمام، بينما المصريون يتطرقون الى داخل البحر لانشاء مصايد داخل البحر نفسه وليس في البحيرات المصنوعة. بينما المصريون يتابعون يوميا افتتاحات الرئيس لمشروعات ومصانع تم الانتهاء منها تستوعب اولادنا للعمل
ولتفك ضائقة الكثير من البيوت. نعم. بينما في كلنا في هذا العمل الجاد البناء نحن نبني، بينما ذلك الولد المتآمر القائم على جسد قطر هو والعثماني السلطان العثماني يبعثون بتحريضاتهم لذلك الصغير الأجير ليضع عدة قنابل في شنطة أو في حقيبة ليكون شهيدا مما يضاف لطابور الشهداء العظام الذين صنعوا مصر العظيمة على مر التاريخ. نعم نحتسبهم عند رمل الشهداء. الرائد مصطفى عبيد من قوات الشرطة المصرية لا يقل بل هو شهيد كامل من أجل مصر، عمره كان فداء لكل مصر. ما هم كانوا عزيزة اللواء كانوا عايزين يغيروا الصورة، يعني المنظر ده كانوا عايزين يغيروا الصورة للصرح العظيم الصرح الكبير لبنيان أكبر صرحين عبادة في الشرق الأوسط. بالفعل بالفعل تلك إرادتهم، ولكن نحن المصريون لنا إرادتنا، وكان المفروض لولا غبائهم أن يتعلموا من 30 يونيو. نعم. أن المصريين إرادتهم صلبة، إرادتهم على أرضهم كاسحة. نعم. نحن وعينا المؤامرة مبكرا، بعد سنة واحدة بدأنا نفهم القصة وبسرعة استكملنا خيوطها. المصريون كل امرأة وكل رجل وكل شاب مصري وعى لتلك المؤامرة مبكرا. نعم. فكسرنا إرادتهم وأعلينا إرادتنا. نعم. أما بالأمس فقد ذهبت لأحضر الاحتفال. نعم. وهو احتفال من احتفالات كثيرة حضرتها قبل ذلك. نعم. ولكني يا أستاذ هاني الهواري لم أعش يوما مثل الأمس. أرى الصحراء التي شاهدتها منذ عامين، صحراء مترامية خدمت فيها أيام خدمتي في القوات المسلحة. نعم. في الجيش الثالث أصبحت حدائق غناء، أصبحت أحياء سكنية، إشي فلل وإشي قصور وإشي مساكن متوسطة وإشي مساكن شعبية، حاجات بقى مدينة ضخمة تستوعب الشعب المصري علشان يبقى فيها حياة متكاملة. نعم. عمال أبص بعناية، وبعدين الدار بتاع الماسة اللي فيها قاعة المؤتمرات الكبرى. نعم. الفخامة اللي بيها اللي تليق باسم مصر وبال100 مليون مصري ومصرية. نعم. اقولها بقوة لاني رأيت القوة على الارض بالامن. يا سيادة اللواء انا بقول لك هناك صرح عظيم، هناك مستشفيات داخل هذه الاسرح العظيمة بين الجامع والكاتدرائية او المسجد والكاتدرائية، هناك مستشفيات كمان موجودة يعني لرعاية المواطنين في كل مكان. ده يعني صرح يشهد له التاريخ ويسطر له التاريخ لابنائنا في السنوات القادمة. هذا بالفعل. نعم. وانظر على يميني اجد الكاتدرائية قائمة وتتميز بالفخامة والضخامة، وثم أنظر يسارا فأجد المسجد الفتاح العليم. نعم. والضوء والإبهار يبدو في معماره وفي سعته وفي الحدائق وفي الخضرة المحيطة به. لا إله إلا الله، لا إله إلا هذه الله. هي مصر. نعم. ثم التلاحم الوطني يا سيادة اللواء. نعم. التلاحم الوطني والدفء الوطني العظيم يظهر بعد ذلك هذا التلاحم في الكلمات الرائعة. نعم. التي افتتح بها البابا تودروس المسجد، مسجد الفتاح العليم، في كلمة مملوءة بالمحبة. نعم. والروحانيات العالية. لننتقل بعد ذلك إلى صلاة العشاء، وفي هذا المكان الجميل نتنفس هواء جديدا، هواء بمصر القادمة، مصر التي اقتحمناها بالفعل بعد أن صبر شعبنا العظيم خلال ال3 سنوات الماضية. نعم. على الإصلاح الاقتصادي. أنا أهنئ هذا الشعب على قوة التحمل
التي تحملها طبعا. وان كانت هي تمس المعدة ونحن تعودنا على الصوم وعلى سيادة اللواء محمود منصور. يعني كلمة سريعة كده لأولادنا المصريين وكل أم مصرية وكل شابة مصرية النهاردة بتشاهدنا وبتشاهد الصرح العظيم اللي يسطر له التاريخ على مستوى العالم. قبل أن ألجأ أتحول إلى الكلمة السريعة لابد أن أشيد بالدرس العظيم الذي قدمه الدكتور الشيخ أحمد الطيب حينما تحدث عن صحيح الإسلام وليس المفاهيم الساذجة التي يروجها أعداء الإسلام. ثم الكلمة الرقيقة التي صدرت من قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين الموجودين في الكاتدرائية واختتمت بتحيا مصر. ولكي تحيا مصر الآن سيد الفاضل الأستاذ هاني تحيا مصر الحواري لابد أن أنصح بأن نكون كلنا تحت علم مصر الموحد الأحمر والأبيض والأسود وفي داخله الصقر. لابد أن نقول يا مصريين لنا علم والعلم يستدعي دستور وقانون وهذا الدستور وهذا القانون لابد أن نلتزم به ويجب ألا نكون كالأغبياء الذين يقبض عليهم كل حين وحين ليكونوا متهمين بالرشوة أو بالفساد أو بالتقصير في أعمالهم. لا تكن غبيا يا صديقي. قوة القانون قادمة بقوة لتفرض إرادة الدولة المصرية على الأرض المصرية حتى نكون دولة محترمة وقوية بين الأمم. المصانع المصرية بدأت الإنتاج بقوة لتصدر بقوة. اليوم الجديد بدأ في بالفعل وليس غدا. اليوم الجديد بدأ. بشكرك سيادة اللواء محمود منصور الخبير الأمني والاستراتيجي. وهنا يا جماعة رسائل قوية لكل المصريين في كل مكان على مستوى العالم على مستوى الشرق الأوسط على مستوى الوطن العربي على مستوى أهالينا في كل مكان. يعني يا رب نكون النهاردة كنا عند حسن ظنكم وطبعا بدأنا عليكم بإطلالة وكنا متابعين مع حضراتكم لحظة بلحظة ما يدور حوالين الصرح العظيم. صرحين عبادة من أكبر صرحين على مستوى الشرق الأوسط وإطلالة من قداسة البابا توادرس وكل سنة وكل إخواتنا المسيحيين على مستوى العالم بألف خير وصحة وسعادة عيد الميلاد المجيد وكل المصريين بألف صحة وسعادة وكل الوطن العربي يا رب في كل مكان. يا رب نكون يعني في صورة جيدة لكل مشاهدينا في كل مكان من برنامجكم أحداث الساعة لشاشتكم المفضلة قناة مصر البلد. وانتظرونا غدا وحلقة قوية جدا جدا لأهالينا على مستوى المحافظات. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.